مرحبا حجي، أهلين كيفك حبيبتي. حبيبتي؟ الحمد لله، رمضان كريم يا رب، وينعاد عليكم بالصحة والعافية. الله يرضى عليك إن شاء الله. تعرفينا باسمك الكريم؟ أنا اسمي رضاء حافظ حلمي زعيتر، وزوجي اسمه محمد إبراهيم الجارحي. من وين حضرتكم من فلسطين؟ جوزي من حيفا، أنا سورية، بس كنا عايشين باليرموك، مخيم اليرموك. يعني إلكن قدي هون بلبنان؟ صرنا هون 7 سنين، 2012. طيب حجي، خبرينا كم ولد عندك بالبيت؟ أنا هون أنا والحاج، وعندي ولدين، ولاد ابني عم ربيهم، بنت وولد. قد ايه اعمارهم؟ البنت عمرها 19 والولد عمره 17. طيب يعني هول الولاد عندهم مشاكل صحية او البنت الحمد لله ما عندها مشاكل صحية، بس برغم الظروف اللي نحن فيها عندها يعني شغلات بسيطة مثل أحيانا اكتئاب، بس الولد بيعاني من نقص أكسجين بالدماغ. نقص اكسجين؟ طب امتى مبين معه هيدا الشيء؟ هذا هو من احنا في سوريا، كان عمره 3 سنين، وهو يعني قضى حياته اخرس لما كان عمره 12 سنة هون بلبنان. حكى، انا عم عالجه يعني، حكى الحمد لله وصار منيح. وما رجع تعالج او شيء؟ مش لا حاله هلا يعني؟ عنده علاج دائم، ويعني وهو ذكي وبحب الخيوي كثير. هلا انا حاطته بمعهد، بيطلع الاول دائما على المعهد انه بيصلح قريوي وكذا وهيك، بس ما في فرصه يعني انه نقدر نظبط له اموره، الوضع اللي نحن فيه يعني العيشه اللي نحن فيها. والحاج كنا عايشين بالشام وماشي الحال، كتر خير الله. جينا هون عنده صار كانسر، وبعدين الكانسر عنده بالعظم وبالبروستات ادى للشلل. هلا طيب له تقريبا اكثر رح يصير سنه يعني، وهو مقعد يعني. بس يعني الولاد قلتي لي في صبي عنده مشاكل بالاكسجين، البنت قلتي لي منيحه، طب شو بتعمل بحياتها؟ بتتعلم؟ ايه بتدرس بمعهد التمكين. يعني ناس عطوها منحه اجوا زارونا، والبنت ذكيه كثير وبتطلع الاولى، صار لها 4 سنين بتطلع الاولى على كل الدفعه، وهي السنه اخر سنه والحمد لله. هلا بعد رمضان بعد العيد بتخلص باذن الله، عندهم امتحان اخير وبتخلص اذا الله رد. طيب بهيك الظروف وين موجودين اهلهم للاولاد؟ لاحفادك لا يعني؟ البنت الام تزوجت وراحت على اليمن، وابني من لما تركون تزوج وحده يابانيه وراح على اليابان. يعني تركون هنا وصغار؟ ايه، كان الولد عمره 6 شهور والبنت عمره سنه ونص. يعني انت اللي وانا ربيتيهم؟ اخذتهم، ايه كانوا معي وربيتهم. طب ما بقى يعني تواصلوا، عرفوا اخبار عن اولادهم، والله بيطمنوا ابني عنهم؟ ما يعني ابني لما كنا بسوريا وبعده كان جديد وهيك، لحدود ال5 سنين كان يحاكينا ويسال عننا يعني انا وابوه هيك. بس لما صارت كيف بدي اقول لك مشاكل الولد وظهر عليه هيك وصار عمليات وهذا، صار يقول عاد دبروا حالكم. وهلا انا لي 5 سنين ما سمعت صوت ابني ولا بعرف وينه. يعني انتم متكفلين باحفادكم مش اهلهم؟ ما الام متجوزه وتليفون ما معها، ما دخلها يعني، ما بيخليها جوزها، صار عنده اولاد وابني الحمد لله، دبروا حالكم. طيب حجي بهيك ظرف يعني مين بيصرف على والله البيت يعني وعلى الاولاد بالتحديد؟ انا نحن بنقبض كارت النروه وبندفع اجار بيت، وانا لاني سوريه كنت مسجله بالامم، لاجل وضعهم حطوهم معي، صار يعطونا بس غذائيات ل4 اشخاص. هلا صار لهم تقريبا 8 شهور قطعونا الامم، كنا ندفع ايجار الانروا وناكل من الامم. هلا صرنا 8 شهور يعني، مثلا دواء ما دواء بروح عند شيخ، بروح عند يعني بضلني داير مشان دبر الادويه، دبر هو دواء دائم 200 دولار وهذا 100 دولار دواء دائم، وحالتنا حاله. يعني فينا نعرف انه القراب منكم الجيران هم اللي عم في بيساعدوا؟ جيران ايه، واحيانا لهلا بيجيبوا لنا اغراض واكل وهيك، احيانا بطلع على فتح يعني. يعني شو بدنا نعمل؟ بندبر امورنا مثل هالعالم، كيف بلحق الجمعيات، في جمعيات بيقولوا لنا يعني جيبوا لنا تقارير، جيبوا لنا كذا بيساعدونا، في جمعيات بيقولوا انه ما هلا ما وقته يعني، ما في مجال، وهيك عايشين يعني والحمد لله. نحن بس هلا اخر شيء يعني كل مثلا اجوا زارونا هذيك اليوم عالم، يعني قالوا انه لو في جهه، اي جهه يعني انه تسفر الحاج والولاد
وللعلاج بكون هيك كتر خير رب العالمين انه يعني يتعالج، لانه الدكتور قال اذا بيتعالج بنحط له صفايح بظهره الزلمه بيرجع بيمشي يعني، لانه هو اخذ اشعه واخذ كيماوي وكله السرطان تقريبا هلا انتهى من عنده، بس يعني ما طلع منه الا اللي حطه عطبه، عرفتي شلون؟ وهيك يعني. والولد انه مشان مستقبله وكذا انه اذا سافر وتعالج هون، العلاج غالي والعلاج هون عم تطلع روحي لحتى اقدر يعني انه ادبر له علاجه. طيب ويعني هالمرض اثر على نفسيته؟ طبعا يعني طبعا. ما بيطلع يعني بالرغم من مرض وما بيطلع بيمشي عند رفقه بلا، بروح ومسجل بالمعهد وعم اقول لك بيطلع الاول اللي على الدفعه كلها، هو ذكي الولد، بس عاد انك ما تقطعي له الدواء، بتقطعي له الدواء بلم عليك شيء بيتاثر بالدواء بيفضحك يعني اذا قطعتي له الدواء. ايه بس انا ما بستر يعني، انا بقطع الاكل وما بقطع الدواء، ما بقطع، عرفتي يعني لو بدي يروح وين ما كان. خبرينا اكثر يعني وضعك الصحي كيف انت؟ وضعي الصحي امي كثير تعبان. هلا عندي البنت ابني مو عم تدرس ممرضه، يوميا يوميا لما اخذت ابره ما بقوم ما بتجلس. لانه عندي الديسك نزل على اجري يعني. بتاخذي ادويه؟ لكان هيك قومي. بس انا بجيب لهم اول بعدين انا. طيب حاجي في حدا بيساعدكم بهذا الموضوع؟ يعني الضمان الصحي وفتح بيساعدونا احيانا. الحمد لله. ومدبرين حالنا هيك يعني مثل ما في هون جار الحمد لله كتر خير الله، كثير احيانا بفوت لعنا بقول لي خدي جيبي مراهم للحاج جيبي له دواء جيبي له كذا. طيب عام حكينا انت اكثر، شو بحكي لك؟ حكي لنا عن وضعك الصحي. وضعي جيت على لبنان قعدت واشتغلت، صابني مرض معده بولد، عملت عمليه بروستات، بعد سنتين صابني السرطان يعني وقعت. هلا من 6-7 اشهر وقعت الوقعة هاي، ما فيني امشي، اجري بتحرك لحالي ما بحركين. اي والله يا عمي. طب هيدا المرض اثر شيء على يعني على نفسيتك ولا بتحس حالك بعدك قوي؟ قوي الحمد لله، بحكي كل شيء عادي بس اني ما اعلم شيء. يعني من هون من عن صدري وهيك ما بحس بالمرة. بس الحمد لله انا مع الله يعني، الحمد لله. لله كان بده يصير، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وعم تلاقي تحسن يوم بعد يوم ولا؟ تحسن ما في. طيب عم قبل ما تجي على لبنان وقبل ما يصير معك المرض شو كنت تعمل بسوريا؟ عندي محل موبايلات وتلفزيونات وشاشات وكل شيء كان عندي. وكالة عندي كبيرة وأحلاني وعم بشتري أحلاني. بس طلعنا من سوريا من الشام كل شيء بتركته الله وكيلك وجيت لهم. كله راح ربطوه فوق محلي كله طبق. يلا. وهيك صار فيني الله وكيف يا ماذا اللي صار معي، ولا كنت اشوف احلامي. طب كيف بتقضي يومك بهالايام يعني؟ بتخذ قاعد وبصلي انا قاعد، كل وانا قاعد باكل وانا قاعد بطلع لبرا انا قاعد، يعني ما بحس بشيء انا، بخرج ما بحس، كله يعني معي شلل منه عند صدري ولا تحت، ما بحس بشيء انا، بس ايدي وراسي بيتحركوا بس، اما الحاله بيتحركوا ايدي انا ما بحس فيه، اني لحالي بيتحركوا الاعصاب بتتحرك لحالها. ما انا ما بحس بشيء الله وكيلكم يا عمي. يعني فينا نقول انت عايش حياتك على التخت؟ ما في غير التخت، اذا بدي اطلع مشوار على كتور بطلع بالعربية بجرني بنتي او اي واحد بجرني. النادي فيه زلمه هون جارنا على بدكم تحطوه على العربية بحمله انا. بيحملوه بتوديه بنتي وبيرجعه وبيحطه على التخت. طب في حدا من قرايبينكم هون بيطل عليكم بيساعدكم ولا كمان متهجرين ولا موجودين؟ ما في حدا، الله وكيلك يعني ما في حدا غير انا والمرأة والولدين وبنتي بنتهم اللي ساكنة جنب الإدارة. اي والله مع بيت حماها ساكنين. مع بيت حماها ساكنين.
طيب نحن بمناسبة الشهر الفضيل حاب تلفزيون فلسطيني عيدكم، يعني نحن أهل واللي بيصير عليكم بيصير علينا، وطبعا يعني إن شاء الله مع الوقت بتحسن الظروف إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله الحمد لله. هيدا الظرف فيه بقلبه 500 دولار من تلفزيون فلسطين، معايد لكم كرمال الشهر الفضيل ان شاء الله. وبقول لكم ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والعافيه ويعني عم خليك قوي، لانه يعني الحمد لله انت بعدك بتصلي وبتستغفر. الحمد لله كثر خير الله. الحمد لله رب العالمين. ونحن بنشكركم كمان والله يخليكم لبعض، وبنشكر الرئيس ابو مازن باذن الله رب العالمين هيك يمد بعمره ان شاء الله ويطول عمره. امين يا رب. وان شاء الله رب العالمين ان شاء الله يفرج علينا وعلى كل امه ان شاء الله يا رب ان شاء الله بعين الله. الحمد لله الحمد لله. مرحبا حجة، كيفك حبيبتي؟ رمضان كريم يا رب وينعاد عليكم بالصحة والعافية. حضرتك عارفينا باسمك؟ سميرة غالب حسن من مخيم البداوة. من وين؟ من فلسطين. من البوزية على صفد. طيب حجة خبرينا عن ولادك أكثر، كم ولد عندك؟ 7، 4 صبيان و3 بنات. مين بيشتغل فيهم؟ ما بيشتغل؟ هلا في بنت واحدة بس هي بتشتغل. طيب والشباب يعني في عندهم عوارض صحية ولادك تما بيشتغلوا؟ في عندي واحد اللي هلا أكبر واحد بالبيت انقطع أصبعه ما بقدر يشتغل يعلي شيء يحمل شيء، والتاني عامل عملية تحت باطه كتلة وما نم هلا الحكيم يشتغل. والباقيين كيف صحتهم؟ مني عندي الصغير أوقات بصح له شغلة يوم يومين بيشتغل فيها. طب ولادك اللي عندهم، لقيتي لابنك اللي عنده اصبعه رايح والثاني يعني بيتعالجوا بياخذوا ادويه؟ هلا الحمد لله ايه كان ياخذوا هلا وقفوا. طيب وكيف صحتك انت؟ الحمد لله. خبرينا اكثر. انا عامله عمليه السدي وعامله عمليه مفتاح السره والمراره وعامله لايدي هون اوتار واعصاب وعامل الزايدة. طب كل هاي التكاليف يعني مين تكفل فيها؟ والله ولاد الحلال كتار، في لميات، في من منظمة التحرير. يعني في مؤسسة أو جمعيات معينة؟ منظمة التحرير أول مرة لما عملت العملية كان بدها عملية 12,000 دولار. ولا طاقم مصاري. فتح دفعت لي شوي والباقي لم من العالم من الدكاكين. وضلوا على استمرار كل فترة انه دواي 380,000 كمان من منظمة التحرير، اي دواء اي يجيبوا لي اياه. طيب بحاج احكي لنا بشكل عام عن البيت، يعني مثل ما عم نشوف في عندك اولاد صغار بالبيت، هن اولاد مين بيكونوا؟ اولاد ابني الكبير ابوه طلع على المانيا لما طلعت هالعالم، طلع معهم وبعده لحد الان لا شغله ولا شيء. طلع لحاله على المانيا؟ لوحدة. طيب وأمن وين موجودة؟ أمن ما عجب الوضع هيك تركت وراحت. يعني هلأ الولاد بلا أم وبلا بي، أنت عم تربيهم؟ أنا عم بربيهم. طيب مين متكفل فيهم؟ يعني ولاد صغار أكيد بحاجة لرعاية ولا حنان ولا كتير أمور. أنا وبساعدهم يا عماتي. ما بيشتغلوا؟ ما بيشتغلوا. الاب سوري بس قديم هوني، اتجوز وخلق اولادي هون وما مع اقامات. كانوا بالاول ما حدا يسال عن اقامه بسبه اللي تهجروا.
صاروا يحققوا مع الاقامات وما اقامات. ابني وقف 13 يوم وقفوا الدوله كرمال انه ما معه اقامه هون. ماما وما لقى حال. وشو رجع عمل لما توفى الاب؟ وانا بنت فلسطينيه وقديمه هون، فكرت اعاشي معي قاموا حطوا لي اولادي كلهم معي على كارت الاعاشي، كلهم معي هلا نازلين بكارت الاعاشي اولادي. لما صارت هجره السوريه صاروا يحققوا انه بدهم اقامه، الجنسيه سوري صحيح معك اثبات انه انت ابن بالمخيم بس بدهم اقامه لألم. يعني مشكله الاقامه هي اللي مأثره على شغل اولادك؟ ايه. ابني لقى شغله ونزل يشتغل بالبلد، وقفوه 13 يوم وهو وقف عند الدوله لحتى حكيت للتنظيمات وصاروا يساعدوني وهن حكوا معاها انه الام مريضه وما في حدا وهيك لحتى طلعوه، وما اقدر استرجع ابعته يشتغل تاني مره من خوف ما يتوقف. طيب وابنك اللي سافر؟ اللي سافر لما شاف السوري كلهم عم بطلعوا استغل الظرف وطلع معاهم. انا 17 يوم ما اعرف عنه شيء، حتى وقال لاخواته انا ما قال لي، لبعد ما طلع قالوا لي اخواته. يعني خطر بحاله طلع؟ خطر بحاله وطلع كرمال انه ما قادر يعمل شيء هون وطلع مع هالعالم. موجود بألمانيا حاليا؟ قاعد بهايم وبعد ما عم بعمل شيء. هو عم يشتغل هلا؟ لا قاعد بالهايم وفاصلينه على مدرسه، عم بيروح يدرس بألمانيا. يعني هو حابب يرجع لهون؟ والله هذيك المره قبل رمضان، ثاني يوم رمضان قاعد يقول لي يا ريت ما قادر، يا ريت اقدر ارجع، وصار يبكي وانا ندمان كيف رحت وتركتكم وهيك. قلت له ارجع، قال لي باي طريقه بدي ارجع؟ كيف بدي ارجع؟ وانا رحت على اساس اعمل شيء ولهلا ما عملت شيء ولا قادر اعمل شيء، كيف بدي ارجع؟ يا ريت اقدر ارجع. طيب بهالحاله شو مصير الاولاد؟ هي عندي ضل عندي لنعرف مصير ابوهم شو. حتى لو اولاد وراء ما معهم، ما معهم الا ورقه الهلال بتثبت انه هن خلقوا هون بالهلال بس. طيب قد ايه اعمارهم الاولاد؟ هو قلت لي عنده كم ولد؟ بنت وصبي. اوكي قد ايه اعمارهم؟ الصبي عمره 4 سنين، البنت هلا فاتت بالخمسه. طيب بيروحوا على المدرسه؟ لا ما حطيتهم روضه، ما قبلوهم لانه كمان ما معهم اخراجات ايد ولا هويه. طيب شو الخطوه اللي بعد هيك؟ يعني اكيد لازم يفوتوا على المدرسه. اكيد لازم، ولازم هاي السنه يفوتوا الجاي. طيب يعني شو الحل ليصير معهم الاوراق؟ هلا اول شيء انه المصاري، ثاني شيء انا ما بعرف شيء بسوريا لاروح اعمل لهم اوراقهم وكيف بيعملوا الاوراق هناك. يعني هي قصه ماديه الاوراق بكلفوا؟ اي بكلفوا. ما في حدا يعمل الوراق؟ هلا هذيك اليوم حاولت احكي مع شخص انه عم بيقولوا لي اسالي اذا على التسجيل بده شيء 1000 دولار تسجيل وبعدين ببلش بالهويات، بكلفوا منيح. طب انت بهيك وضع وين شايفه مستقبلهم للاولاد؟ لوين رايح؟ على الدمار. على الدمار شو؟ هدول لازم يكونوا سنتين لهم بالروضه، والروضة عم بتأسس وبتوعي الأولاد وبتعلمهم، بس هدول ما عارفين مصيرهم شو. طيب حجة أول شيء رمضان كريم، نرجع نقول لك مرة تانية نعاد عليك بالصحة والعافية. نحن حبينا من تلفزيون فلسطين نعيدكم. أهلا وسهلا فيكم، والشكر للأخ محمود عباس، الله يشفيه ويتم عليه بالصحة والعافية يا رب، ويخليه فوق راسه إن شاء الله يا رب. هيدا الظرف فيه بقلبه 500 دولار من تلفزيون فلسطين، وبقلكم كل عام وانتم بألف خير يا رب. بخير ان شاء الله، بتنعادوا لايامه يا رب، ويخلي لنا السيد محمود عباس فوق راسنا يا رب. حبيبتي نعاد عليكم يا رب. عليك يا رب. بارك الله فيكم.